يسأل رسول الله: ماذا عندك يا سهيل؟ يا محمد، لقد جئت أعرض عليك الصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرض ما لديك يا سهيل، ما هو الصلح الذي تطلبه؟ أولا أن ترجعوا عامكم هذا ولا تعتمدوا على أن تأتوا في العام المقبل. لا تحملون من السلاح إلا ما يحمل الراكب. ثانيا، من شاء أن يدخل في كفكم دخل، من شاء أن يدخل في كفك قريش دخل. ثالثا، أن تضع الحرب بيننا وبينكم 10 سنين. رابعا، من خرج من قريش هاربا بغير إذن وليه إليكم تردونه إلى قريش، ومن خرج من عند محمد إلى قريش فإنه لا يرد. ما هذا الذي جاء به سهيل؟ إن النبي لن يرضى بهذه الشروط القاسية. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بشروط قريش لأنه أراد الصلح والهداية ونشر دعوة الإسلام، وأمر علي بن أبي طالب بكتابة بنود المعاهدة، وبدأ رسول الله يملي عليه الكتاب ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم. أما الرحمن فإنا لا نعرفه، فاكتب باسمك اللهم. هو الرحمن ولا نكتب غير الرحمن. لكن رسول الله يقول لعلي بن أبي طالب: اكتب باسمك اللهم. فيكتب علي، ثم يملي رسول الله: هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله. فكتبها علي: يا محمد، لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك عن البيت، بل كنا من التابعين. ترغب عن اسمك واسم أبيك؟ اكتب اسمك واسم أبيك. فرفض علي بن أبي طالب أن يمسح كلمة رسول الله، وقال: والله لا أمحوها. فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب